بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي صف خمس داي، إن شاء الله أنا هشتغل النهارده بإذن الله عز وجل للمراجعة. اكتبوا لي كده على الشات لنعمل بيوت على أول يعني. لو حد سامعك صوت اكتب لي. تمام، بس دقيقتين بالظبط يا ولاد. لو صوت وصل يا ولاد. كده وصل. تمام. ضع مكان النقط يا ولاد فيما يأتي: جمع مذكرا سالما تختاره من بين القوسين. رقم واحد: يدافع نقط عن كرامة وطنهم. اختار يا ولاد. تمام، يحيى، فواز: يدافع المقاتلون عن كرامة وطنهم. جميل. لا ده مش موجود في الصفحات ولا بتاع المدرسة، ده ورق خارجي بره المدرسة. طبعا النماذج اللي بتحطوها في المدرسة مش كتير، اعتقد اغلبكم حلوه، فهناخد نماذج خارجية شوية عشان نتعود على اكبر قدر ممكن من الأسئلة. اتنين: يكافئ الله ايه الى الفقراء. يحيى، فواز: تمام، يكافئ الله المحسنين الى الفقراء. تمام، مصطفى: جميل جدا. رقم ثلاثة:
ابتعد عن نقط من الناس. طبعا اخر حاجه هي ايه؟ ابتعد عن المفسدين، جميل جدا، من الناس. طيب سؤال تاني، عين كل جمع مذكر سالم فيما يأتي ثم بين موقعه أو موقعه وعلامة إعرابه. هنطلع كل جمع مذكر سالم، هنبين موقعه وعلامة إعرابه، يعني اعربهولي. أول سؤال يا أولاد، أشرف المهندسون على بناء المصنع الجديد. أشرف المهندسون على بناء المصنع الجديد، فين جمع مذكر سالم؟ آدم طبعا كاتب مهندسون فاضل السين، ماشي، يبقى طبعا مهندسون يا ولاد هي جمع مذكر سالم. طيب اعربها ايه عموما؟ اشرف المهندسون، دي جمله طبعا يا ولاد اسميه ولا فعليه؟ اكيد طبعا فعليه. عبد الرحمن، جميل جدا، المهندسون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ويا ريت يا ولاد اللي يكتب الاعراب يكتب اعراب كامل عشان ما تنقص في الامتحان. قلنا تاني يا ولاد، مش صفحة كام، دي ورق خارجي مش في المدرسة، مش تبع المدرسة. رقم اتنين، يهتم الفلاحون بزراعة القطن اهتماما كبيرا. فين جمع مذكر سالم يا ولاد؟ ها؟ طبعا الفلاحون، عبد الرحمن، جميل. علامة إعرابها أو إعرابها إيه؟ بالظبط يا فواز، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. طبعا ما ذكرت يا ولاد جمع مذكر سالم علامة إعرابه يرفع بإيه؟ بالواو وينصب ويجر بالياء. يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. رقم ثلاثة يا ولاد، ودعنا المسافرين لأداء العمرة. ودعنا المسافرين لأداء العمرة، جمع مذكر سالم. المسافرين بالظبط فواز. طيب اعربها ايه يا بابا؟ ادم برضه عايز اعربها، جميل جدا، اعراب المسافرين يا ولاد، ماشي. متأكد؟ لا فواز، الله يفتح عليك، مفعول به منصوب وعلى نصبه الياء. لازم اسال نفسي يا اولاد وانا بجاوب، ودعنا ماذا؟ طلع مفعول به طبعا بسؤالي ماذا؟ ودعنا المسافرين، يبقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء. جميل. رقم اربعه، تحتفل مدرستنا بالمتفوقين من التلاميذ. تحتفل مدرستنا بالمتفوقين من التلاميذ، فين جمع المذكر السالم؟ جميلة يا يحيى، بالمتفوقين طبعا. اعربها يا اولاد، عايزين الناس كلها تشتغل. المتفوقين، ماشي يا عبد الرحمن، اسم مجرور، بس كمل اعرابك يا بابا، لازم اكمل اعرابي يا ادم. اسم مجرور وعلامة جره الياء، يحيى فواز، ماشي، جميل جدا، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء. السؤال اللي بعده يا ولاد، ضع مكان النقط فيما يلي جمع مؤنث سالما وبين علامة إعرابه مع ذكر السبب، يعني برضو اعربهولي، عايز المرة دي جمع مؤنث سالم. وطبعا يا ولاد قبل ما بحط الكلمة لازم أعربها في دماغي قبل ما أحطها، ما استعجلش وحط الكلمة واضبطها غلط. طيب اول حاجه، نقدر ايه المثاليات. بس قبل ما اجاوب اولاد برضه افكرك سريعا، جمع المؤنث السالم اللي هو اخر الف وتاء، بيرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره. يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره، تمام. نقدر التلميذات المثاليات. طيب او الفلاحات المثاليات، التلميذات، جميل جدا. طيب عايز اعربها اولاد، نقدر التلميذات او الطالبات المثاليات. ها
سيف فاعل، متأكد يا سيف؟ خلي بالك الفاعل يعني هو اللي قام بالفعل يا رجاله، لكن نقدر مين هيقدر؟ نحن نقدر ماذا؟ تمام يا عبد الرحمن، بس العلامة مش منصوبة يا عبد الرحمن. نقدر جمع المؤنث السالم يحيى فواز بيتنصب بإيه؟ ها نركز شوية يا أولاد، قلت من شوية بيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وينصب ويجر يا أولاد بإيه؟ بالكسرة. يبقى مفعول به منصوب بإيه يا رجالة؟ نركز شوية يا شباب، مين هيكتب؟ بالظبط يا يحيى، منصوب بالكسرة يا شباب. نقدر التلميذات أو الفلاحات أو الأمهات، يبقى ده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. تمام يا محمود، الله يفتح عليك. طب نركز في الثانية يا مالك، تذهب نقط إلى الحقول صباحا، تذهب نقط إلى الحقول صباحا، تذهب الفلاحات أكيد طبعا، اللي بيسأل ده ها لا مش دين يا بابا ده عربي. لا مش فاعل برضه يا يحيى. صح فعل مثال، افتح عليك، تذهب الفلاحات فاعل بالظبط كده، بس نكمل اعراب الرجال. بالظبط فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يمين هي مش ورق مدرسة، ورق خارجي يا بابا. رقم ثلاثة، يجامل الناس بعضهم بعضا في ايه؟ السعيدة. منار، ماشي، عايزين اسماء رجال. يجامل الناس بعضهم بعضا في المناسبات السعيدة. طب عرب المناسبات يا اولاد، في المناسبات، جميل جدا، صح، عايزين إعراب المناسبات، كله كتابة صح. اسم مجرور كمل إعرابك. لا مش مفعول به ريدمي، ماشي، عايزين اسم الناس عشان أعرف أتكلم من ولاد. اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة، مجرور بفي وعلامة جر، ننتقل للصفحة الثانية. ليه؟ ثواني اطحن. ما فيش صوت، ماشي ثواني. تمام كده يا ولاد، سامعين يا ولاد؟ صوت مظبوط؟ تمام مظبوط. طيب الورقة التانية يا ولاد، نقرا القطعة كويس جدا. الأشجار لها فوائد عظيمة للناس، فهم يستظلون بظلها نهارا، ويأكلون من ثمارها، ومن خشبها يصنعون الأثاث وغيره. كما أن الفلاحين يظلون تحتها ويسكنون من عناء العمل، فيا بني حافظ على الأشجار واعتني بها. أخرج من العبارة السابقة مبتدأ جمعا واذكر مفردة. فين مبتدأ؟ الأشجار، تمام، مفرد طبعا الأشجار، مش مستاهلة طبعا الشجرة. طيب عايز جملة اسمية يا ولاد، ماشي يا يحيى، أشجار وشجرة، عايز جملة اسمية يا ولاد.
جملة اسمية، الأشجار لها فوائد كثيرة للناس، أو لها فوائد عظيمة قصدك، ماشي، وهم يستظلون بظلها. الأشجار لها فوائد عظيمة، تمام أوي يا ولاد. طيب عايز جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم يا ولاد. جميل جدا. طبعا خد بالك، ما حدش هيجيب، اقدر اخاف منه. يستظلوش كم، ما تجيبش فعل يا بابا، ما تجيبش يستظلون وما تجيبش يصنعون، ما تقولش او يستظلون، لا ولا يسترقون. كل الجموع اللي خدناها لازم تكون اسماء بس، المرحله اللي موجوده عندك يستظلون يصنعون او يسترقون، دي كلها افعال مضارعه مالناش دعوه بيها. ما تطلعش خطوه سالم، لا طبعا سالم. انا عايز نقاط ايجابيه، عايز نقاط سالم. الصوت ده مشكلة. سامعين كده يا ولاد؟ جنب التاكسي يا ولاد، ليش؟ عايزين جنب التاكسي يا ولاد؟ ماشي، سامعيني كويس جدا. عايز بقى جمع تكسير للأشجار، وإيه تاني غير الأشجار؟ إيه غير سمان؟ مش هيحي سماريها، إيه تاني؟ ماشي جميل. لا مش الناس، غير ثماريها يا شباب. تالت كلمة لها ايه يا ولاد؟ فوائد. ماشي، فوائد جميل جدا. على فكرة لها برضه أثاث، دي جمع تكسير، ما نعرفش يعني أثاث، مفردها أثاثة، يمكن جديدة شوية. أثاث مطلوب قبل حصاني، اسم فاعل قبل ايه على حصاني؟ هاي شباب،
قبل صالح الصان. سامحوني يا أولاد، الشبكة بتروح وتيجي، فالصوت بيروح تمام. أقبل الفارس على حصان، مفيش صوت، خلاص عرفت. هجيب الصوت تاني. ما يقدرش على الفاضي. أهم نقطة أبنائها عز جمع مؤنث أهم برعاية أبنائها هات مفيدان. هيا يا أولاد شوية، نقط يعني خلاك ده عايز مثنى مذكر. هنرجع تاني معلش، هسموا نقط جديدان ولاد، نقط جديدان مثنى كده. استرجع يا ولاد، جديدان نكمل معلش. لا انا عايز رقم 3 16 4 جديدان. الاول يا يحيى، العينين عينين
مجرور طبعا الباء وعلام الجر الياء تمام يا محمود. الله امين. اجعل كلمه مؤمن في جمله جمع مذكر سالما وغير ما يلزم. يكافئ الله المؤمن، عايز اخلي المؤمن جمع مذكر سالم شباب. يعني اجمع الجمله اللي فاتت يا ولد. بيش يكتب الياء وانا هجيب الاصحاح اللي بعديها. فينا من اهتماما كبيرا في مختلف فروع العلم، وتيسر لهم البعثات الى الخارج، فيعودون الوطن وهم مسلحون بسلاح العلم الحديث، كما تقوم الدوله بتكريم فئات منهم وتمنحهم اجوائز. طب يا اولاد هنعرض الاول، يعني هنخش على السؤال الثاني. اعرب، اعرب ما تحته خط في فريق الفن. عايز اعرب الاول تم تهتموا الدوله عايز اقول يا ولد تهتموا بالنابغين. اسم مجرور كمل اعرابك، اسم مجرور بالباء وعلامة جره ايه؟ لا مش مفعول بيه يا بابا، في حرف جر باء. تهتموا الدولة بالنابغين بالظبط كده يا يحيى. اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. اللي بعده وتيسر لهم البعثات. تيسر لهم يعني تسهل لهم البعثات. ماشي يا عبد الرحمن الله ينور في النابغين. عايز البعثات. مفعول به منصوب وعلامة نصبه مش الياء يا يحيى. ده جمع كسرة، مفعول به منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ماشي يا أولاد. وهم مسلحون فيعودون الوطن مسلحون. عايز إعراب مسلحون. ماشي برافو عبد الرحمن، مفعول به في اللي فاتت منصوب بالكسر. عايز مسلحون يا شباب. مسلحون بعد الضمير. طيب يا ولاد سامعين صوته ولا سامعين كلام؟ سامعين كويس؟ خبر تمام يا يحيى. خبر مرفوع علامة رفعه وعلامة رفع الواو. خبر مرفوع علامة رفع الواو. تمام. كما تقوم الدولة بتكريم الفائقين. كما تقوم تمام، اللي كتب خبر ممتاز. خبر مرفوع علامة رفع الواو. دخلنا على الدولة. كما تقوم الدولة طبعا سهل يا أولاد. تقوم الدولة مرفوع بالضم تمام يحيى. صوب الخطأ في الجملة التالية واكتب الجملة الصحيحة. خش على السؤال بعد يا ولاد، سيب الاستخراج دلوقتي. العاملان المجتهدين مكرمان. عايز اصوب تحتيه العاملان المجتهدان مكرمان. طيب السؤال اللي بعده، رأيت صديقان يجلسان في الحديقة. رأيت صديقان يجلسان في الحديقة يا أولاد. بالضبط، رأيت صديقين يجلسان في الحديقة عشان ده مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. تهتم الدولة
بالمتفوقون، عايز يصوب لخدمة الدولة متفوقين حروب البلاد. ينظم أرضية المرور تنظيما جيدا. مثلا مصطفى ينظم أرضية المرور تنظيما جيدا. ثني كلمة الشرطي وأعد كتابة الجملة، يعني حول الجملة المثنى. يا شباب أنا آسف على الأعطال اللي بتحصل دي، بس هي شبكة والله مش في إيدي. ماشي يا ولادي. ينظم شرطيان المرور تنظيما جيدا. جميل. ثواني يا ولاد، تعبتكم معايا، معلش في الشبكة دي. يقوم المعلمون في بلادنا تعليم أبناء الوطن وهدفهم بناء مواطنين صالحين يعملون في مجالات الحياة كافة حتى ينهض الوطن ويتقدم بهم. أعرب ما ها سامعني كويس ولا الصوت؟ صوت مسموع يا ولاد؟ ماشي. عايز أعرف، يقوم المعلمون مش باينة. الصورة مش طب اللي شايف الصورة يعرب. طيب باينت خلاص. يلا يقوم المعلمون ها ثاني الإجابات. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. تمام. حتى ينهض المجتمع، سوري الوطن، حتى ينهض الوطن. ماشي عبد الرحمن الله ينور. عايز بقى الوطن ماشي يا محمود. عايز الوطن يا ولاد، حتى ينهض الوطن.
طبعا الوطن الولاد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مش مفعول به كده، مفعول به طبعا غلط، فاعل بالظبط يحيى، تمام يا يحيى بالظبط يا مصطفى، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. استخرج من العبارة السابقة وجمع مذكر سالم، طبعا المعلمون يا ولاد أو مواطنين أو صالحين. جملة فعلية طبعا سهلة، يقوم المعلمون في بلادنا بتعليم أبناء الوطن. ماشي، فاعلا واذكر علامة إعرابي، احنا خدنا اسم فاعل من شوية، يقوم المعلمون مرفوع بالواو، وينهض الوطن مرفوع بالضمة. السؤال اللي بعده يا ولاد، ماشي تمام، خش السؤال اللي بعده، أكمل كل جملة مما يلي بما هو مطلوب أمامها. كرامة الدولة نقط من علمائنا، عايز مثنى، كرامة الدولة نقط من علمائنا، عايز اسم مثنى. كرامة الدولة عالمان، لا قلت قبل ما احط الكلمة بعربها الأول بالظبط يا يحيى، عالمين، كرمت الدولة عالمين من علمائنا أو اثنين من علمائنا، عشان ده أولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه ياء لأنه مثنى، عالمين مصطفى، برافو مصطفى. نفتح إيه لدخول الهواء والشمس، عايز جمع تكسير، نفتح نقط لدخول الهواء والشمس، جمع تكسير. الشبابيك، خليها النوافذ أحسن، ماشي شبابيك أو النوافذ. ثلاثة، نكرم أو تكرم الدولة نقط في فروع العلم، تكرم الدولة نقط في فروع العلم، عايز جمع مذكر سالم، ماشي يا مصطفى الشبابيك تمام. تكرم الدولة إيه في فروع علم أولاد؟ العالمين ماشي، أو النغي أو المتفوقين في فروع العلم ماشي. الطبيب المخ محبوب من الناس، ثني واجمع المتفوقين تمام، طبيب مثنى طبعا يا أولاد، الطبيبان المخ